الله أكبر، الله أكبر، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن يومنا هذا له ميزات يتميز بها، فمنها أنه يوم احتفال شرعي بمناسبة اكتمال صيام شهر رمضان وقيامه، يتظاهر فيه المسلمون بالفرح، يتظاهر فيه المسلمون بالفرح بتلك الجائزة التي أعلن، يتظاهر فيه المسلمون بالفرح بنيلهم الجائزة التي أعلن عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديثان متفق عليهما. يتظاهرون بالفرح بهذه الجائزة وهم محسنون للظن بالله تعالى الذي لا يخيب ظن عبده المسلم، لقوله تعالى في الحديث القدسي كما عند الإمام أحمد: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فيتظاهرون بالفرح بنيلهم هذه الجائزة إحساناً منهم للظن بالله تعالى، ويتلاقون فيما بينهم ويتعاطون التهاني ويتعاطون الدعاء الصالح فيما بينهم، ويتسامحون ويؤكدون المضي قدماً في ميدان التعاون على البر والتقوى. ومن ميزات هذا اليوم أيضا أنه فاتحة الحج لبيت الله الحرام، فالإحرام بالحج وطواف القدوم يصحان ابتداء من هذا اليوم. أما باقي مناسك الحج فله أيامه ولياليه المخصوصة المعروفة. ومن ميزات هذا اليوم أيضاً أنه يوم إخراج زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الخروج إلى الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. روى الحديث أبو داود وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولا أطيل الكلام في أحكام هذه الزكاة، فقد تناولت خطبة الجمعة في الجامع الكبير اليوم الماضي أحكامها، وتناولته روضة الصيام، وأحكامها مشهورة معروفة عند الجل، إلا أني أنبه من يقدر عليها ولم يكن أخرجها أنها فريضة من الفرائض لا تسقط بمضي زمنها، فليبرئ ذمته بإخراجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة ومن أبوين فقيرين
ومن أبناء وبنات، الأبناء إلى أن يبلغوا والبنات إلى أن يتزوجن. والذي به الفتوى عندي أنها تخرج من أغلب ما يقتاته أهل البلد في شهر رمضان، ومبلغ علمي أن المقتات في بلدنا في شهر رمضان هو مشتقات القمح، ومقدار ما يخرج ومقدار الكفارة، مقدار هذه الزكاة عن الفرد كيلان ونصف على سبيل التقريب. ولا أنفي إجزاء من أخرج قيمتها، وإنما أقول من أخرجها من أغلب ما يقتاته أهل البلد في شهر رمضان فقد أجزأته اتفاقا، ومن أخرج قيمتها فقد أجزأته على خلاف هذا. وإن صيام رمضان وقيامه والدروس التي قدمت طيلة شهر رمضان، أما المسؤولية التي بين المكلف والناس فيعنيها قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه هي الحقوق وهذه هي المسؤولية التي تدور فيما بين العبد وربه وفيما بين المكلف والناس. والعبادات والأعمال الصالحة شأنها أن تكون حافزة مدعاة لأداء المسؤولية على أكمل الأوجه. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عين والياً على مصر من الأمصار يقول لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وحفظ الدين يعني أداء المسؤولية التي بين العبد وربه، وأداء المسؤولية التي بين المكلف وبين الناس الذين يلي أمورهم، ذلك هو الذي يتمثل فيه حفظ الدين. هذا الذي يتمثل فيه حفظ الدين. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول مخاطبا لنا معشر المؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله يعني التمسك بدينه في وسطية واعتدال، بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تطرف ولا إرهاب. فدين الإسلام دين عدل وإحسان، لا دين جور وعدوان. دين الإسلام دين يسر ولطف، لا دين عسر وعنف. أما من يرتكب ما يرتكب مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، سواء في أي بلد كان، فذاك الذي يرتكب ذلك وإن ادعى ونسبه إلى الإسلام فالإسلام بريء من ذلك. بل أولئك الذين يفعلون تلك الأفاعيل التي بمرأى ومسمع ما يعيشه العالم من بلابل وقلاقل من أجلها
جاء فيهم وأخبر عنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حسب ما رواه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا الدين، وفي رواية: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدلنا هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول أن هذا الدين سينتمي إليه من يحرفون كلمه عن مواضعه ويحملونه على غير معناه الذي أراده الله وأراده رسوله، ألا وهم أولئك الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أهل غلو يحرفون، وأنهم أهل باطل ينتحلون، أي يدعون على الإسلام ما الإسلام منه بريء، وأهل جهل يؤولون نصوص الشرع التأويل الفاسد. أخبر عنهم الصادق المصدوق أنهم يوجدون، ونحن نرى ونسمع كما قلنا ما يحصل مما الإسلام منه بريء. الأمر الثاني هو أن هؤلاء يقيد الله لهم أولئك العلماء الوسطيين المعتدلين، فينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا في معنى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، وفي معنى قوله تعالى: ولا تفرقوا. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن مظاهر الاعتصام بحبل الله تعالى، ومما دل عليه التقييد لذلك الاعتصام بقوله جميعا، التعاون على البر والتقوى الذي أمر به تعالى إذ قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وبين صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك التعاون، حيث قال في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وحيث يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، ليضرب مثلا لما يجب أن يكون من التعاون ومن التنسيق فيما بين المسلمين. هذا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في دينه وفي شرعه، وأن يوفقنا للعمل به، وأن يجعل كتابه وسنته حجة لنا نسعد بها في الدنيا ونسعد بها في الأخرى، وأن لا يجعلهما حجة علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك وعلى الأمة الإسلامية جمعا بالأمن والإيمان والاستقرار والتقدم والازدهار في الدين ثم الدنيا. اللهم أعده علينا عاما بعد عام ونحن في إيمان وفي أمان مع جميع المسلمين في سائر أنحاء المعمورة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا صيام رمضان وقيامه، وتقبل منا سائر أعمالنا الصالحة، إنك ذو الفضل العظيم. اللهم وسدد ووفق ولاة أمورنا، وخصوصاً رئيس دولتنا. اللهم شد أزره ووفقه لما هو ماض فيه قدماً من درء المفاسد وجلب المصالح على ضوء تعاليم شريعة الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تسدده وتوفقه وتسدد أعوانه وتوفقهم. اللهم أصلح وأصلح أعوانه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة أينما كانوا.
اللهم وفقنا جميعا للتعاون على البر والتقوى على الوجه الذي يرضيك، إنك الموفق لما تشاء. اللهم صرف عنا صرفا كليا وباء كورونا وسائر الأوبئة. اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.